عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال ألا أحدثكم ألا أداة تنبيه وأداة التنبيه يراد منها التوكيد ثم قال أحدثكم أحدثكم جاءت الصيغة هنا بصيغة الجمع فإن المخاطبة جمع هنا فلعل علي أراد أن يبين لهذا الرجل ولمن حضر من أصحاب علي ولا يكون هناك تعارض في قصة الحسن ابن الحسن فإن الخطاب هناك لشخص واحد وهنا الخطاب لجمع لأن بعض الشراح قال إن هذا الرجل بين في رواية أخرى وهو سهيل بن أبي سهيل لكن مما يدفع هذا أو مما يجعله بعيدا أمران الأمر الأول أن المذكورة في القصة السابقة ليست واقعة في أمر الحسين وإنما في أمر الحسن ولأنه هناك ورد بصيغة الإفراد وهنا بصيغة الجمع دل على أنهما قصتان مختلفتان بدليل أن الفرجة لم تذكر في قصة الحسن وكونهما قصتين أبلغ من أن تكون قصة واحدة تثبيت هذا الأمر وتعدده.